السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نلتقي بكم في الحصاد الأسبوعي لكوريا متجوزين من الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط. المشرف العام على كوريا متجوزين في إسكندرية الكابتن حسيني. هذه الفكرة فكرة الكابتن عماد، تنظيم وإشراف الكباتن كل من الكابتن مينا والكابتن محمد والكابتن حسام. نبدأ وإياكم بمباراة السعودية ومصر، السعودية بقيادة الكابتن أحمد ماضي وفريق مصر بقيادة الكابتن زيزو، وانتهت المباراة بفوز منتخب السعودية بسبعة أهداف مقابل هدفين. سجل أهداف السعودية كل من الكابتن بركات والكابتن جابر سجل الثاني والثالث، بينما الرابع الكابتن هاني والكابتن تامر سجل الخامس والكابتن الشايب سجل السادس، أما السابع فكان كابتن أحمد ماضي. أهداف مصر كانت عبر الكابتن علي يسري والكابتن رامي. مباراة أخرى جمعت بين فريقين كبيرين، إسبانيا وبلجيكا. إسبانيا بقيادة الكابتن أحمد أمين وبلجيكا بقيادة الكابتن خالد، انتهت بفوز إسبانيا 5-2. أهداف إسبانيا الأول الكابتن حمتو والثاني الكابتن إبراهيم والثالث الكابتن كريم السيسي، بينما الرابع كان من نصيب الكابتن توتي والخامس الكابتن حمد الروما. بلجيكا كانت بقيادة الكابتن خالد وسجل الهدف الأول الكابتن محمد صبحي والكابتن زيزو سجل الهدف الثاني. مباراة الكاميرون وروسيا كانت بقيادة كل من كابتن فريق الكاميرون الكابتن الليثي وروسيا بقيادة الكابتن مجدي، انتهت بفوز الكاميرون 10-1. أهداف الكاميرون سجلها كل من هداف هذا الأسبوع الكابتن طارق الذي سجل 6 أهداف في مباراة واحدة، وسجل الكابتن الليثي هدفين والكابتن عمر هدف والكابتن أحمد فتحي هدف، بينما هدف روسيا اليتيم سجله الكابتن عمر. مباراة البرازيل وتونس مباراة قوية وجميلة جمعت بين فريقين كبيرين، البرازيل بقيادة الكابتن أحمد عادل وتونس بقيادة الكابتن محمد سعيد، انتهت بفوز البرازيل 3-2. أهداف البرازيل سجلها كل من الكابتن جاسر هدف والكابتن محمد طاطا هدف والكابتن بيدو هدف، بينما سجل أهداف تونس الكابتن سيد معوض هدف والكابتن مختار هدف. مباراة فرنسا وأوروغواي، فرنسا بقيادة الكابتن إسلام، أوروغواي بقيادة الكابتن وسام، انتهت بفوز منتخب فرنسا 4-1. سجل أهداف منتخب فرنسا الهدف الأول الكابتن أبو يحيى والكابتن عماد سجل الثاني والكابتن علاء سجل الثالث، بينما أنهى الأهداف الأربعة الكابتن محمد العربي. هدف الأوروغواي سجله الكابتن عمر. مباراة قوية أخرى جمعت بين المغرب ونيجيريا، المغرب بقيادة الكابتن محمد النونو ونيجيريا بقيادة الكابتن محمد مجدي، وانتهت المباراة بفوز المغرب 7-5. سجل أهداف المغرب الهدف الأول والثاني والثالث والرابع الكابتن مارادونا، بينما الكابتن هاني سجل الهدف الخامس والكابتن أبو حمزة سجل الهدف السادس، وأنهى الكابتن هاني بالهدف السابع. أهداف نيجيريا سجلها كل من الكابتن حسن والكابتن العراقي والكابتن الصباغ والكابتن حودة والكابتن العراقي الهدف آخر. مباراة ألمانيا وإيطاليا، ألمانيا بقيادة الكابتن شكري وإيطاليا بقيادة الكابتن أيمن، انتهت المباراة بفوز فريق ألمانيا 4-1، وسجل أهداف ألمانيا الهدف الأول والثاني الكابتن محمد سعيد، بينما سجل الهدف الثالث والرابع الكابتن مصطفى بيومي. هدف إيطاليا سجله الكابتن أسامة. مباراة جميلة وقوية جمعت بين منتخب سوريا والمنتخب السويدي، حيث فاز منتخب السويد بقيادة الدكتور محمد على منتخب سوريا بقيادة الكابتن طارق بهدفين مقابل هدف واحد. سجل أهداف السويد الكابتن ميدو والكابتن أحمد عبد الرحمن، سجل هدف سوريا الكابتن إبراهيم سعدة. مباراة الجزائر وكولومبيا، الجزائر بقيادة الكابتن نور وكولومبيا بقيادة الكابتن نادر، انتهت بفوز الجزائر 6-2. أهداف الجزائر سجلها كل من الكابتن محمد خميس هاتريك، الكابتن أحمد بدر هدف، الكابتن محمد حسين هدف والكابتن أحمد هدف. أهداف كولومبيا سجلها اللاعب كابتن مصلحي هدفين.
مباراة هولندا واليونان، هولندا بقيادة الكابتن عمرو واليونان بقيادة الكابتن وليد، انتهت بفوز اليونان بثلاثة أهداف مقابل هدفين. هذا الفريق الذي لم يهزم حتى الآن سجل هدفه الكابتن محمد عبد الهادي هدف، والكابتن منسي هدف، والكابتن إسلام هدف، ونما أهداف هولندا سجلها الكابتن عبد الله. مباراة البرتغال والدنمارك، البرتغال بقيادة الكابتن أيمن والدنمارك بقيادة الكابتن أحمد مرسي، انتهت بفوز الدنمارك بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما كل من الكابتن مودي والكابتن السيسي كل منهما هدف. مباراة كبيرة جمعت بين منتخبي مصر والأكاديمية الرياضية السورية، مصر بقيادة الكابتن زيزو والأكاديمية السورية بقيادة البطل العالمي الكابتن أمير العوض، انتهت بفوز الأكاديمية السورية بنتيجة كبيرة بعشرة أهداف مقابل هدفين. سجل أهداف الأكاديمية السورية كل من الكابتن بلال هاتريك، والكابتن أبو اسكندر هاتريك، والكابتن غنام هدفين، والكابتن مصطفى هدف، الكابتن محمد مقص هدف، وأهداف مصر سجلها كل من الكابتن علي إسري هدف، والكابتن معتز هدف. الأخبار، أخبار الحصاد من الإسكندرية. عيد ميلاد اللاعب أحمد ميدو لاعب فريق هولندا، وكل سنة وانت طيب يا أحمد، كما نبارك للكابتن محمد الشحات مرور سنة من عمره، وكل عام وأنت بألف خير. وعيد ميلاد اللاعب أحمد عادل لاعب فريق كولومبيا، أيضا كل سنة وانت طيب يا أحمد، ألف مبروك. حفل خطوبة اللاعب مراد شعبان فريق فرنسا، أتم الله عليك بالخير. ألف مبروك رزق اللاعب حسين علي بمولوده الأول يحيى، وبارك الله لك فيه. هداف هذا الأسبوع الكابتن طارق، أحرز 6 أهداف في ماتش واحد لعب فريق الكاميرون. مع تحيات فريق الإعداد والإنتاج في كرة متجوزين الإسكندرية.